بيش لف مبدئيا يعني قبل هيك؟ عندي فلافل 500 سكه 3 ارباع، وعندهم الالف لحم ولحم. اللحم عراقي؟ لا يعني كفيف؟ مال كربلاء. اي كربلاء؟ اي هم لفه بلف. بلف كبده وكبه على الالف، كبه وطشيري بلف. زين الف مو قليله؟ هو هاي انا هنا شوي تعبانين هاي وياه 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 وياه. يعني عمي انتم تحسون بالفقره؟ شنو فيلمكم؟ شلون العد؟ واحنا عايشين ويا الفقره بعد شنو؟ انتم فقره؟ احنا طالعين من المنبر والفقره. الله والله لما الله سهل علينا ورزقنا الحمد لله. مقتنع؟ خير من الله. خير من الله. ما عنده هنا تاخذ منه؟ بس العالم ما اغلى ما انت الله ما عنده طيب. ابو العربانه لما يشتغل ما عنده يجي الدور يحاسبني. الله 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 الله. عمي شنو ايش تسوون انت؟ شلون العد؟ احنا عليك الله امراض. هذا ياثر عليكم؟ ياثر على رزقك؟ ما ياثر، لا بالعكس الله يبارك. ما تعرف الرزق من يجيك والبركه من تجيك. اويلي والله اويلي النبي اويلي. من يا ساعه تفتح هنا؟ من الاربعه للثلاثه. الثلاثه الظهر يعني ريوق وغدا؟ ريوق وغدا. اي فلافل بكيته باذنجان عروق كباب ستيك بيض مخالم اكلات بسيطه. ايش موجود؟ مره جيم اما كوب بكيته سلق. مره جيم؟ اي بكيته سلق. انا والله يفيدني مره جيم. شوي مسوي رجيم. اي توم رمر زين. ساد وضعك على ألف دينار؟ نعمة خير من الله. البيت خم ما أجار؟ لا لا ملك لله الحمد لله والشكر. خير الحمد من الله. معروف هنا يجوك العالم؟ أنا من 95 أشتغل. من 95 هنا بشار رشيد؟ أي عام حتى عندي صورة موجودة من 95 هنا. أنا عندي صورة هنا؟ أي بديتها شوية صغيرة عامل. لا اشتغلت عامل. عامل عامل لما الله رزقني شوية فتحت بسيط. حلو. أي عامل أمشي بأجر يومي. حلو. أي من 95 مكافح. أي ماي 80 أنا العمر كله إن شاء الله. يعني عمرك 15 يبيع فلافل. بيع فلافل يعني هسه انت خبير بالفلافل. ثالث عمل العد مو؟ اي بس الفلافل 500 هم قليله. نعم خير من الله. هسه الزيت كله نازل السواق زين. نازل؟ بس الطماطم شنو اليوم بلش؟ ولا بقفل على 50. صدق الطماطم ليش غاليه يا اخوان؟ بس الطماطم شويه. زين الدولار صعوده وهاي ما له شغله. ما ياثر. ما ياثر عليه؟ لا نفس الشيء نفس الصوم نفس الاسعار. نفس الاسعار باقيه الحمد لله والشكر. بس على الشيء ينزل شيء. أنا الأهم إنه أنتوا وجوهكم تضحك. خير من الله نعمة. زين بحيث هو اللي يجي تنفتح نفسيته من يشوف وجهه. تعال الصبح شوف الهوسي الأسبوع حتى موظفات تاخذك. موظفات منا مال المصرف؟ إي كلهم يجون وكلهم يعرفوني. كلهم يعرفوك هنا. وأنا الأعزاء. أبو من؟ أبو بنين. أبو بنين الغالي. يا أبو بنين. كبة. صوصة جوبيض. مخلمة. فلافل. بتيتة. باذنجان. صدر دجاج. ستيك. مقبلات مجانا. شو تريدون؟ مقبلات مجانا. مقبلات مجانا. فلافل 500 750 مشكل وباقي اللفات اللي فيه اللحم ب 1000 دينار. انا اسولف عن بساطه موجوده بس بالعراق. اخواني الاعزاء يعني حقيقه اللي ما عنده شيء وقاعد بالبيت خليجي هنا الصبح ب 5000 دينار يجي يقدر يتريق ويتغدى ويشرب عصير. بأقدم منطقة بغداد شارع الرشيد حقيقة. واللي ما عنده فلوس لا يحتار لأن أكو ناس طيبة هنا موجودة ببغداد تطيك بدون مقابل. دائما أسالفها مثل يقول مثل هاي الناس ومثل طيبة العراقيين بغير العراق. هاي الناس اللي تقدم لك وما تأخذ فلوس يقول لك عمي روح الله محمد وعليك ألف عافية. أنا موجود بأجمل مكان على وجه هاي المعمورة بالعراق العظيم وبغداد الحبيبة. واللي مسويها جميلة وحلوة ناسها الطيبين ونفسيتهم اللي ما تلقوها بغير مكان. هاي شوفوها بس بالعراق. خليكم يانا مستمرين.